سره الباتع واحد النجوم الموجودين طبعا في هذا المسلسل الكبير والمهم، الفنان النجم خالد سرحان. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا ربنا، ازيك؟ اهلا اهلا، وانت طيب وصحه وخير يا رب. اهلا انا وكل المشاهدين طيبين وبخير يا رب جميعا ان شاء الله. لو حبينا نتكلم عن سره الباتع من حتى من البروم، وما شاء الله حاجه شكلها قوي وتقيله ومشرفه، فكلمني انت بوجهه نظرك شايف المسلسل ازاي وطبعا دورك. بصي، هو عمل اولا هنقول انها روايه استاذ الاديب العظيم يوسف ادري، كويس؟ وانا بشوف ان اللي ما قراش ادب يوسف ادريس ونجيب محفوظ ما قراش ادب. يعني دولت الكريمه زي ما بيقول. يوسف ادريس عظيم في ثباته، عامل هي الروايه ملحميه طبعا، عامل لها الادابتيشن والتاليف والاخراج لخالد يوسف. رائع طبعا. هي مسلسل ملحمي وطني جدا جدا بالدرجه الاولى. يعني مش عايز بس يبان ان انا بجامد او حاجه، بس عشان ما بحبش الحاجات دي، لكن هو خالد يوسف راجع بحاجه قويه. هو خالد يوسف مخرج مش سهل ومش قليل. لا، وانا بتابع كمان البرومو، حاسها سينما مش تلفزيون. في ابهار، في روايه وطنيه جدا، في تمثيل عالي جدا، حنان مطاوع عامله دور عظيم. فنانة جميل. واحمد فهمي واحمد السعدني وريم مصطفى ومنى فضالي، وانا بقول لك على ادوار مهمه، ونجلاء بدر، ادوار مهمه جدا جدا ومعموله بشكل عالي جدا. خالد يوسف ما بيفوتش حاجه في التمثيل خالص. طب تماما. في صوره هتشوفها الناس جديده على الدراما المصريه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. واعتقد الناس هتنبسط حتى كمان من موضوع المسلسل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل التوفيق وامنياتنا بالنجاح، لان نجاحكم في المسلسل ده هو نجاح يعني للمشاهد، ان هو يشوف حاجه جميله ورساله ويستمتع، حاجه من التاريخ لكن بنكهه معاصره كمان. شكرا جزيلا. لا هي فيها فيها رساله يعني قويه جدا جدا جدا. شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيب مرة تانية، وان شاء الله عمل متميز بإذن الله. الفنان خالد سرحان، بشكر حضرتك على وجودك معانا.